يعني انتو يعني يقول لك اللي يتظلم او اللي عنده مشكله تظهر السالفه بشكل اقوى بكثير من الناس اللي 13,000 تقريبا الى 14,000 تروح قوائم المدفوعات للتامينات بصوره منتظمه ويستلمون التعويضات والاعانات بصوره ميسره. ما فيكم واحد يعني ذكر هذا. اللي يتظلمون الشهر الماضي في الاسبوع اسبوعيا في اسبوع 146 في اسبوع 106 اشخاص تقريبا النصف يقبل تظلمهم والنصف يرفض تظلمهم لانه يثبت للجنه بانهم غير جادين في قبول الوظائف. بس الغالبيه الكاسحه اللي هي حوالي 13 الى 14,000 تعالوا شوفوا القوائم اللي تروح التأمينات وتصرف في مواعيدها المقررة بلا ضجة بلا يعني أي مشكلة.